السلام عليكم، هنكمل آخر جزء في شابتر 4 في ماتلاب، اللي هو بيتكلم على linear equations و determine و... طيب السؤال هنا بيقول لك solve the following system of four linear equations، أربع معادلات عندي، المجاهيل x y z w والنواتج 4 13 20 6 والكوفيشنت 5 4 سالب 2 زائد 6 وهكذا. طيب دي تتعمل ازاي؟ طيب تعال نشوف الفكره بتاعتها بكل بساطه. اللي هنعمله كالاتي، هنعمل ماتريكس اسمها ايه مثلا، اي اسم بيساوي، ونفتح قوس كده نملاه الايكويشنز الكوفيشنت بتاع كل x y وz و w، يعني الكوفيشنت بتاع x 5 بتاع ال y 4 في مسافة طبعا، بتاع z سالب 2 بتاع ال w 6 3 السطر التاني 3 6 6 4 ونص، بعد كده 6 12 12 سالب 6 12 سالب 2 16 4 سالب 2 2 سالب 4، ده كده اللي هي الكلام ده كله، السطر ده والسطر ده الكوفيشنت المعامل بتاع كل واحد فيهم. هنسوي ونعمل مصفوفة تانية اسمها بي مثلا، ونسجل فيها النواتج، بي بتساوي 4 13 ونص 20 6 بالشكل ده. وهنعمل حاجة اسمها انفير، دالة تالتة اسمها نسميها اف، اي دالة هنقول انفيرس ايه في بي، بس هيطلع لك قيمة الاكس قيمة الواي وقيمة الزد، خلاص هتبقى قيمة الاكس بتساوي سالب، تبقى بقى بالأسرع سالب، تمام دي قيمة الاكس اللي هي أول قيمة، قيمة الواي تساوي بنفس الترتيب الزد، الكيبورد بيعلق خلاص، الزد ماينس 1 1 2 3 3 3 3 3 الدبليو ماينس 2 3 بهذا الشكل. هتلاقي ال x y z w هو بياخده بنفس الترتيب ده كده، فأول ناتج هيطلع لك هو x اللي بعده y اللي بعده z اللي بعده w. طيب حلو الكلام كده، بس ده solving linear equation. طيب بس اعتقد دي هي اللي فيها افكار، يعني ده linear equation، الباقي كله برضو linear equation ومعادلات حسابية عادية مفيهاش اي مشكلة. طبعا عشان تعمل انفيرس، في انك بتقول بتعمل علامة اسمها انفيرس، انفيرس ايه يعني بتقول واحد على ايه، واحد عليه مضروب في بي يعني بي على ايه، علشان تعمل تي اسم او ضرب لازم انا اعدد العمادة تساوي عدد الصفوف، يعني قلت انفيرس ايه في بي يعني بي على ايه، يعني عدد الصفوف في بي لا يساوي عدد الاعمدة في ايه، او عدد الاعمدة في ايه لا يساوي عدد الصفوف في بي، فبالتالي العكس غير صحيح،
يعني اف بي غير بي في اي كماتريسيز. بس ده كده يعتبر يعني فكره عامه عن الشابتر. طيب تعال نحل السؤال بتاع element by element. element by element، طيب يعني ايه element by element؟ يعني ياخد كل عنصر في مصفوفة يضربه او يعمل له باور في المصفوفة التانية. ناخد مثلا مثال رقم 8. بيقول لك define x and y as the vector، ادي x وادي y. تعال نعمل بمتلاب، عايز فيكتور يعني. طب الاكس انا عندي بيعلق، احطها ايه؟ تساوي. عايز ممكن تستخدم الكوما او ممكن ما تستخدمهاش، براحتك، بس سيب مسافة. الاكس مثلا بتساوي 2، انا سميتها هنا ايه؟ شيفري 6 8 10، شيفري انا عشان كبرت يعني. دوست انت واقول بس بدل واي احط بي، هتساوي 3 6 9 12 15. قفلت كده، عملت 2 vectors. then use calculate the expression ده element by element. عايز يعمل expression ده element by element. طيب علشان نعمل element by element لازم نفتكر حاجة، ان الجمع والطرح ياخد element by element، يعني مش محتاج ان انا احط point. طيب نشوف هنعملها هنا ازاي. الاكسبريشن ده نحوله ازاي ل element by element operation. طيب هقول الزد بيساوي زي ما انت شايف، وافتح قوس واحط كمان جواه قوس واقول اكس، احط نقطة في، يعني كل عنصر في x هتضربه فين؟ في المصفوفة y او في الفيكتور y، وتقفل القوس. ده كده لو x في y، لان اللي هي الحتة دي اللي فوق دي اللي هي دي، خلاص. زائد y على x الضرب او القسمة بحط فيهم بوينت، يبقى زائد y بوينت على x، يعني كل عنصر في y اقسمه على x، على كل عنصر في x. طيب لك نقفل الباركوس الكبير ده كده، احنا عملنا البسط اللي هو ده، عملنا البسط ده اللي هو ده كده. يبقى كل عملية بحطها في كوس صغير علشان بس ايه، يبقى الكود مظبوط. وباخد العملية بقى دي كلها اللي في البسط وكده، هقسمه على عملية تانية هي دي اسم على ايه، العملية التانية هي دي x زائد y الكل اس y ناقص x. يبقى نقول نفتح قوس كبير اهو، جواه قوس صغير x زائد y x زائد y. طب ليه ما حطيتش x دوت زائد y؟ لا، x زائد y هي معروف ان الجمع والطرح هو بيعملها element by element لوحده، فما بحطش دوت فيها. فهيجمع كل عنصر في x مع كل عنصر في y. يعني ايه؟ يعني مثلا لو x فيها 1 2 y فيها 3 4، يبقى المصفوفة z هتساوي 1 زائد 3 4 و2 زائد 4 6 بهذا الشكل. دي اسمها element by element، ياخد كل عنصر هنا في نفس المكان هنا، كل عنصر هنا في نفس المكان هنا، يجمع او يطرح مفيش مشكلة، دي اسمها element by element. لكن الضرب علشان يعمل element by element
لازم تحط بوينت. القسمة نفس الكلام، واقول لك في السؤال استخدم لي العمليات الحاسبية كلها element by element. طيب قال لك ان الاليمنت اللي جوه ده اس واي ناقص اكس، يبقى دي تعملها ازاي؟ دي بقت اعتبرها ايه؟ ايه اس اي اس بي مثلا؟ فالاس برضو بنستخدم element by element، فبنحط بوينت. يبقى نيجي كده نحط بوينت هنا، مالكش دعوه بقى بده، خليك في اللي بعدين. بوينت الباور قول y ناقص x، y ناقص x، محطش هنا اي دوت لان هو معروف ان الجمع والطرح مش محتاج دوت. وقفلت كوس كده، انا عملت كده كوس كده، عملت الايه كوس اللي تحت ده. طيب كده خلاص، دي كده تعتبر عمليه وانتهت، هيطلع ناتج. العمليه التانية بقى زائد 12 اس اكس على واي. طيب يقول زائد 12، طالما فيها أس يبقى فيها element by element، حط دوت X فيها اسمة يبقى دوت على Y. الحاجة الوحيدة اللي محطش فيها دوت هي الجمع والطرح. فهو ده الإكسبريشن اللي هنتعامل معاه، وهتلاقي الناتج مظبوط. أوكي، دي كده فكرة element by element عموما بقى. وقلنا linear equation، وقلنا الدوال ضرب الماتريسيز مع بعضها اف بي لا يساوي بي في ايه، وشرحنا ازاي نحل السؤال linear equation. تمام، فكده مفيش اي مشكلة. طيب ازاي تكتب الكود في linear equation؟ عشان انا شرحتها بس ما كتبتش الكود. طيب نحل مثلا مسألة رقم 5 اللي هي دي. Solve the following of three linear equation. ده طيب نحلهم ازاي؟ رقم 5 نفس الكلام، هنعمل 3 مصفوفة للكوفيشنت للمعامل، مصفوفة للناتج، ومصفوفة للانفرس الكوفيشنت في الناتج. طيب ادي رقم 5 اهي، هنقول مصفوفة اسمها ايه؟ بتساوي هنعمل فيها كام رقم؟ 1 2 3 4 5، 5 ارقام. دي في 6، سوري احنا في 5. 1 2 3 ارقام، 2 و3 و1 اللي هو الصف ده. ده كده الصف الاولاني. الصف الثاني 1 2 3، الصف الثالث 3 1 2، بقت بالشكل ده كده، بقت ايه بتساوي الشكل بي اللي هو الناتج. ادي البي بتساوي 9 6 8. لاحظ ان هو هيحط لك عمود، انا مش عايز عمود، هيحط لك صف اهو. طبعا غلط، لازم تتحط في صورة عمود، فجيبها زي ما هي وتحط علامة الترانسبوز اللي هي حرف الطاء وتدوس انتر، اتسجل لك كأنها عمود، يبقى الـ A والـ B. طيب نجيب مصفوفة تالتة ولتكن F بتساوي انفرس الأولانية اللي هي الكوفيشنت. ايه الدالة اللي المصفوفة اللي حاطين فيها الكوفيشنت؟ هو ايه؟ يبقى تقول انفرس ايه، ولاحظ الكابيتال يتحط كابيتال والسمول يتحط سمول. ايه المصفوفة اللي حاطين فيها الناتج؟ مصفوفة بي، الناتج اللي هو 9 و6 و8، يبقى نضرب في بي بس، هيعمل لك عملية حسابية وتطلع لك قيمة الاكس والواي والزد، او قيمة x في المعادلة الاولى، قيمة x في المعادلة الثانية، قيمة x في المعادلة الثالثة، عشان هنا مفيش الا x بس. دي الفكرة يعني.
كده يبقى احنا خلصنا الشابتر كفكرة عامة يعني. ان شاء الله بعد الشرح ده كله بإذن الله يعني اللي عايز ينجح هينجح، تمام. كلنا هننجح بإذن الله. وانا الواحد الصراحة يعني ما ذاكرش قوي طول السنة يعني، بس ده بس انا فاهم، بس محتاج احفظ يعني وكده، في حاجات محتاج تتحفظ. بس عموما ربنا يوفق الجميع، واتمنى ان تكون الاربع شبات دول استفدتوا بيهم. وادعونا احنا ان شاء الله يعني تعبنا ما يضيعش، وان احنا نفتكر المعلومات اللي احنا قلناها مع بعض دي. وربنا يوفق الجميع بإذن الله. السلام عليكم.